الرئيس السيسي يتابع تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تطورات العمل في المشروعات التنموية والخدمية. ميليشيات الحوثي تقصف أحد مخيمات النازحين للمرة الثانية في محافظة مأرب. الأخبار من قناة النيل من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخراج استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في مجال البيئة وتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة في إطار جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية في حماية البيئة. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس لمتابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية القادمة للمناخ في العام القادم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين عبد العزيز وزيرة البيئة، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم 2022. وقد وجه السيد الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطة عمل تخصصية للإعداد للقمة من كافة الجوانب مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص فضلا عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلا عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة خطة تطعيم المواطنين وتطورات العمل في المشروعات التنموية والخدمية. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة. كما شدد مدبولي على التنسيق مع القيادات الشعبية لتشجيع المواطنين على تلقي لقاحات كورونا
خاصة في ضوء قيام الدولة بتوفير ملايين الجرعات. كما وجه مدبولي بضرورة تكثيف الجولات التفقدية للمحافظين للتأكد من توافر الخدمات المختلفة وتوافر السلع الغذائية والاطمئنان لجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة بالنظر إلى دورها في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب السيد إيفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له الذي يزور مصر. من جانبه أكد رئيس البرلمان الصربي الاهتمام بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. اختتمت فعاليات تدريب البحرية المشترك المصري الروسي جسر الصداقة 4 والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 4 والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، حيث اشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، وباشتراك حاملة المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلا عن تنفيذ رميات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية. وتأمين سفينة ذات شحنة هامة وممارسة حق الزيارة والتفتيش. الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر، كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح. يأتي التدريب جسر الصداقة 4 في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العملية البحرية ضد العدائية المختلفة. حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق بحري رومانوف أراكادي نائب قائد أسطول البحر الأسود والسفير الروسي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لمواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6718 قضية تامونية متنوعة وضبط 1556 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة
بمضبوطات 8698 أرجيلة، إضافة إلى غلق 6106 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق، كما تم ضبط عدد 58946 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9547 قضية تموينية متنوعة، من بينها 169 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 20886 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 29 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,466,977 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9,349 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 1,791 طن و997 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 239,919 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38,177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4249 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 238 سائقا منهم، كما تم المرور على 193 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 951 من سائقي حافلات المدارس، كما تم فحص 773 مركبة تبين مخالفة 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 255 سيارة و68 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 22,305 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 338 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75,072 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 76,208,537 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 188 قضية، من بينها 105 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 83 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 30 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 170,722,618 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,342 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,059,294,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة
9,293,391 جنيها. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في كلمته في افتتاح مسابقة وزارة الأوقاف العالمية 28 لحفظة القرآن الكريم أن هذه المسابقة لا تهتم فقط بالحفظ وإنما بالتفسير والفهم الصحيح حتى لا يستغل أهل الشر على حد قوله التفسير الخاطئ لبعض آياته ويستخدموها في القتل والتخريب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 74 متسابقا جاءوا من 40 دولة للمشاركة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف في نسختها 28 والمقامة على مدار 5 أيام وتحمل اسم الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي أحد أهم العلامات البارزة في التلاوة القرآنية المصرية. أكثر من 70 متسابقا من نحو 40 دولة منهم نحو 28 متسابقا ومتسابقة من قارة إفريقيا من 18 دولة إفريقية محكمون من عدة دول عربية وعالمية سواء من آسيا أو من إفريقيا أو من روسيا. المسابقة هذا العام كما ذكرت أفرع متعددة، أهم ما نعنى به أنها لا تقف عند حدود الحفظ فقط وإنما كما ذكرت فهم معاني القرآن، فهم مقاصد القرآن الكريم. في جمهورية مصر، وجمهورية مصر كما لا يخفى على الجميع هي تحتل الصدارة في رعاية القرآن الكريم وفي القراء والمقرئين ولها تاريخ عريق في ذلك، فلنا الشرف كمحكمين أن نكون ضمن هذا العرس القرآني. وتشمل المسابقة 4 فروع هي حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده وفهم مقاصده وتلاوته بصوت حسن بالإضافة إلى استحداث فرع لذوي الاحتياجات الخاصة. خصصنا في هذه المسابقة فرعا للناطقين باللغة العربية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده العامة، وفرعا لغير الناطقين باللغة العربية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفرعا لذوي الهمم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. سعيد أنني شاركت في المسابقة العالمية والحمد لله أن نجحت في التصفية الأولى كانت في مسجد النور بالعباسية، والتصفية الثانية كانت في أكاديمية الأوقاف الدولية والحمد لله نجحت في التصفية الثانية. وتتم تصفية المسابقة من خلال لجنة تحكيم تتألف من 10 مشايخ من دول مختلفة، وكانت وزارة الأوقاف قد اعتمدت مبلغ 1,100,000 جنيه جوائز للفائزين بالمسابقة. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. جهود كبيرة قامت بها وزارة الأوقاف لتنظيم هذه المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم ودعم هذه المسابقة القرآنية التي يشارك فيها متسابقون من مختلف أنحاء العالم يتلون ويجودون بأصواتهم آيات من الذكر الحكيم والتأكيد على ريادة مصر للتلاوة القرآنية المصرية. من مقر انعقاد المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم بالقاهرة، أحمد ممدوح، النيل. عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لقاء مع محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وذلك على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. خلال اللقاء بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، فضلا عن ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانبين المهني والاقتصادي. بدوره أكد الحارثي أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمرا بين الهيئة الوطنية للإعلام ونظيرتها السعودية.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة نظرا لتأخر بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل أسبوعين من موعد الانتخابات في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى على مدى عقد من الزمن. ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري بعد الانتهاء من الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين. قصفت ميليشيات الحوثي مخيم الرحمة الذي تقطن فيه 264 أسرة نازحة بعد يومين على قصف المخيم في محافظة مأرب. وأكدت السلطات المحلية في المحافظة أن الميليشيات استهدفت المخيم بصاروخين باليستيين ما أدى لسقوط جرحى من النساء والأطفال دون ذكر حصيلة محددة. جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل قصفها الصاروخي البالستي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في كل من مدينة مأرب ومديرية الوادي، هذا في الوقت الذي تشتد وتيرة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال في مأرب. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج التزام بلاده بالوقوف إلى جانب اليمنيين من أجل إرساء عملية السلام، مشيرا إلى استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين. ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. الوقوف إلى جانب اليمنيين من أجل إرساء عملية السلام. بتلك الكلمات أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب اليمنيين في صنعاء الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من قبل الحوثيين. وفي بيان مقتضب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشار ليندر كينج أن المعتقلين اليمنيين لديهم عائلات ويأملون بمستقبل أفضل، في إشارة إلى استمرار انتهاكات الميليشيا في حق المدنيين ومن ضمنهم عدد من العاملين السابقين في السفارة الأمريكية اختطفوا قبل شهرين، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من أعمال الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين. وفي وقت سابق قادت جهود ليندر كينج إلى الإفراج عن 30 موظفا يمنيا كانوا يعملون في السفارة الأمريكية، بينما لا يزال حوالي 5 إلى 9 موظفين رهن الاحتجاز التعسفي، من بينهم 2 من الوكالة الأمريكية للتنمية التي تعمل في البلاد منذ 60 عاما. ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجوم مدرع للميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة، وذلك استمرارا للمعارك والاشتباكات في مأرب والتي تسببت في مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات. يشار إلى أن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيدا من الخسائر في صفوفها، لا سيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية منها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين. يجتمع وزراء خارجية مجموعة 7 على مدى 3 أيام في ليفربول بشمال إنجلترا لبحث أجندة تضم العديد من الملفات على رأسها ما تثيره روسيا من توتر على الحدود الأوكرانية، علاوة على التصعيد النووي الإيراني والعودة إلى اتفاق فيينا، وكذلك الأزمات المستمرة في ميانمار وبحر الصين الجنوبي. لبحث أجندة مثقلة بالملفات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، يستضيف متحف ليفربول البريطاني على مدار 3 أيام وزراء الخارجية والتنمية بمجموعة الدول الصناعية 7، فضلا عن رابطة دول جنوب شرق آسيا
التي تشارك للمرة الأولى مواجهة التوترات الروسية الأوكرانية أبرز الملفات الخمسة على طاولة اجتماع الدول السبع، فضلا عن التصعيد النووي الإيراني والأزمات المستمرة لا سيما في بورما والصين وإثيوبيا والسودان، إضافة إلى تعزيز آليات تعاون مجموعة الدول السبع في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن. وزيرة الخارجية البريطانية التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة السبع أعلنت أن الاجتماع يأتي على خلفية ما تثيره المناورات الروسية من توترات على الحدود الأوكرانية والدعوة لإظهار جبهة موحدة ضد السلوك الروسي تجاه أوكرانيا. منذ أسابيع يتهم حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والأوروبيون روسيا بالرغبة في غزو أوكرانيا، وحذروا من أن روسيا ترتكب خطأ استراتيجيا بالغا حال إقدامها على هذه الخطوة، الأمر الذي نفته موسكو مرارا. ومن المقرر أن تتطرق اجتماعات مجموعة السبع إلى تطوير البنية التحتية من خلال مبادرة نحو عالم أفضل، وكذلك الأمن الصحي العالمي والنمو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. الأخبار ما زالت متواصلة معكم من قناة النيل من القاهرة، وفيها بعد الفاصل: اشتباكات بين مقاتلي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من مدينة جلال أباد الأفغانية. الآن إلى عدد من أخبار المال والاقتصاد مع الزميل أمير داود. شكرا جزيلا لك أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير البترول يبحث مع نواب الكونغرس التنسيق المصري الأمريكي في منتدى غازي شرق المتوسط ومؤتمر المناخ. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون الحالي بين البلدين في مجال الطاقة ينمو بشكل غير مسبوق، سواء من خلال التعاون الحكومي أو زيادة الاستثمارات للشركات الأمريكية في قطاع البترول والغاز في مصر. جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها وزير البترول بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من نواب الكونغرس، حيث بحث تطورات منتدى غاز شرق المتوسط في إطار التنسيق والشراكة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة. كما بحث وزير البترول التنسيق المصري الأمريكي للقمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل. وخلال اللقاءات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5,300,757 طنا خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وأضاف أن إجمالية الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 1,871,150 طنا، بالإضافة إلى تصدير 624,367 طنا من البنجر ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح. أعلنت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وخلال مشاركتها في الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا. أشارت السعيد إلى أن سياسات الإنفاق المستهدف مكنت الحكومة من تطوير القدرات الصحية الضرورية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وذلك رغم حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة. أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتنفيذ 1500 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر بقروض 200 مليون جنيه، وذلك من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية. وأكد شعراوي أن هذه المشروعات وفرت 12,000 فرصة عمل للشباب
وذلك من خلال القروض الميسرة التي يقدمها البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر عائد يصل إلى 5%. وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 21 مليارا و500 مليون جنيه لتمويل 185 ألف مشروع استثماري متنوع. أكد محمود محرز رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكي أن مدينة الجلود تعد واحدة من أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تستهدف جعل مصر مركزا لدباغة وتصنيع الجلود. وكشف محرز خلال زيارة لمدينة الروبيكي عن أن الدولة وفرت التمويل اللازم للانتهاء من المشروع وتوفير كافة الخدمات، حيث تم إتاحة تمويل إجمالي للمشروع بمراحله الثلاثة وصل إلى 7 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى ونحو 1.8 مليار جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية، وحوالي 2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة والمسمى بمنطقة 100 مصنع. أعلنت دبي أنها استقبلت أكثر من 4,880,000 زائر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من عام 2021. وأضافت الإمارة أنها استقبلت أكثر من 1,000,000 زائر خلال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 64%. أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندر أن الحكومة تريد تخصيص 60 مليار يورو من الأموال العامة هذا العام لتمويل استثمارات من أجل المستقبل، تهدف خصوصا لتحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم الجديد. وكان البرلمان الألماني قد فوض الحكومة بداية العام اقتراض 240 مليارا و200 مليون يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على اعتماد معايير صارمة في الميزانية. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزميل أحمد أنور واستكمال البانوراما. تفضل أحمد. شكرا جزيلا لك أمير. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى. اندلعت اشتباكات بين مقاتلي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة جلال أباد مركز ولاية نانجرهار جنوب شرق أفغانستان. وذكر شهود العيان أنهم سمعوا إطلاق نار كثيفا في المنطقة، حيث كان قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي قد حذر من نمو تنظيمات متطرفة في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية. تسببت العاصفة بارا في أسوأ فيضانات ضربت شمال إسبانيا منذ 20 عاما. الفيضانات التي خلفها نهر زادورا غمرت السيارات والمنازل في المناطق الشمالية لإقليم الباسك وتسببت في مصرع شخص على الأقل. كما تسببت الأمطار الغزيرة في حرائق اتجهت نحو الجنوب، مما دفع الحكومة لإعلان الطوارئ من الدرجة الثانية. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقال إن الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة هي مأساة تفوق التصور، وذلك بعد يوم من أعاصير ضربت غرب ولاية كنتاكي أسفرت عن مصرع 50 شخصا على الأقل وسط توقعات بمزيد من الضحايا. في غضون ذلك انهار جزء من سقف مخزن تابع لشركة أمازون قرب سان لويس بولاية إلينوي الأمريكية بعد أن تعرضت المنطقة لأعاصير ورياح عاتية. وتقوم الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء بعمليات إنقاذ وبحث عن عدد من الأشخاص المحاصرين أسفل المبنى. كانت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قد أصدرت تحذيرات من أعاصير في مناطق بعدة ولايات أمريكية.
أما في لاباز عاصمة بوليفيا فقد أطلقت السلطات تحذيرات للسكان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات أيضا. تسببت السيول هناك في ارتفاع مناسيب الأنهار وتحطم أحد الجسور في المدينة. بوليفيا تتعرض لموسم الأمطار كل سنة في الفترة من نوفمبر وحتى شهر مارس. نواصل معنا تقديم الأخبار من قناة النيل وفيها بعد قليل. بمناسبة أعياد الميلاد معرض في لندن حول طرق تزيين المنازل في بريطانيا بفترات تاريخية مختلفة. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى. الآن إلى خبر فني. تشهد دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في دورته الأولى، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 16 من ديسمبر الجاري. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من هناك من دار الأوبرا الزميلة ولاء الحديني مراسلة النيل. ولاء أهلا بك أولا، يعني صفي لنا الأجواء لديك في حفل افتتاح المهرجان وكذلك أهم الأحداث والفعاليات والأعمال المشاركة. يعني أحمد، بعد التحية بالفعل أتواجد هنا في دار الأوبرا المصرية التي تشهد اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية للمرة الأولى أو في دورته الأولى. للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية يتم رعاية هذا المهرجان، وهو مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية. للمرة الأولى يتم رعاية صناعة أفلام وسينما من 88 دولة ناطقة باللغة الفرنسية غير الأم. أهمية هذا المهرجان، هذا المهرجان يؤكد على التعاون المشترك بين مصر كعضوة في المنظمة الفرنكوفونية وبين باقي الدول، وهذه المنظمة التي تم إنشاؤها عام 1970، وهناك تعاون في شتى المجالات. يعني هذا المهرجان تم اختيار الفيلم المصري النهاردة يوم الجميل، وهذا الفيلم إخراج نيفين شلبي ليكون هو فيلم الافتتاح الذي سيعرض أمام صناع السينما من 88 دولة. يعني منذ أن وافقت وزارة الثقافة على هذا المهرجان وإقامته هذا العام في دورته الأولى، وتم يعني استخدام أكثر من 100 فيلم، هذه الأفلام من 88 دولة، وتم الموافقة على 23 فيلم روائي قصير وفيلم روائي ضمن المسابقة الرسميتين داخل هذا المهرجان. وبالفعل سيتم اليوم عن الأفلام التي ستشارك في المهرجان الذي يستمر من اليوم وحتى 4 أيام. يعني هذا المهرجان له طابع خاص، وخاصة كما ذكرت لك أنه يتحدث عن السينما الفرنكوفونية. هذه الأفلام التي لها طابع خاص، سواء أفلام وثائقية أو أفلام روائية قصيرة أو أفلام روائية طويلة. بعد قليل سيبدأ الحفل الفني، وهو حفل الافتتاح والذي سيعرض فيه الفيلم المصري، وأيضا لجان التحكيم ستتحدث عن الأفلام التي ستشارك طوال عرض المهرجان. سيكون هناك عدد من اللقاءات مع الفنانين المصريين المشاركين بأفلامهم في هذا المهرجان. نعم، إليك. شكرا جزيلا لك ولاء الحديني مراسلة النيل. تنظم بريطانيا معرضا سنويا بعنوان The Home أو المنزل، والذي يعرض طرق تزيين المنازل في بريطانيا بمناسبة أعياد الميلاد في الفترات التاريخية المختلفة. مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد تنظم بريطانيا معرضا سنويا تحت عنوان The Home أو المنزل، والذي يعرض طرق تزيين المنازل في بريطانيا في الحقب الزمنية المختلفة ووفقا للثقافات المختلفة. شملت نسخة المعرض هذا العام غرفة تعبر عن فترة السبعينيات
وتحديدا منازل الأفارقة والكاريبيين الذين كانوا يعيشون في بريطانيا في هذه الفترة، حيث تضم هذه الغرفة ديكورات وتذكارات من منطقة الكاريبي. نسخة هذا العام تعتبر مختلفة عن الأعوام السابقة، فلدينا غرفة جديدة هي غرفة السبعينات وينسقها مايكل ماكميلان، واستوحى ديكورها من ذكريات طفولته في مدينة هاكني وذكريات أسرته والذين هاجروا من منطقة الكاريبي إلى بريطانيا. ومن الغرف التي تحمل أيضا طابعا مميزا في المعرض الغرفة التي تعبر عن حقبة العصر الفيكتوري، وهي الفترة من عام 1837 وحتى عام 1901، والتي تشمل ديكورا مبهجا يعكس إحياء احتفالات عيد الميلاد بشكل يقترب من الشكل المعاصر. كما ضم المعرض غرفة مستوحاة من الحياة خلال عام 1870، وتشمل في ديكوراتها نماذج من أكاليل الزينة وأشجار الكريسماس وبطاقات معايدة تحمل صورا مرتبطة بأعياد الميلاد. أما الغرفة التي تعبر عن فترة الحرب العالمية الأولى والتي امتدت من عام 1914 حتى عام 1918، فقد خيم على ديكوراتها أجواء من الحزن، حيث كانت فترة عصيبة على معظم الأسر بسبب فقد أو غياب أحد أفرادها في الحرب. احتفالات الكريسماس خلال فترة الحرب العالمية الأولى كانت خافتة ومكبوتة إلى حد كبير، فالكثير من الناس فقدوا أحبائهم بسبب الحرب، فقد كانت فترة صعبة على الجميع، إلا أنه على الرغم من ذلك فهناك بعض التقاليد يجب أن تستمر مثل شجرة الكريسماس. المعرض الذي يشهد إقبالا كبيرا ضم بين أروقته غرفة تعبر عن الحياة في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي تضمنت ديكورا وألوانا مبهجة مستوحاة من ثقافة الشرق والمصابيح الورقية الملونة والتي كانت منتشرة في آسيا في ذلك الوقت. بهذا التقرير نكون قد وصلنا معا إلى نهاية بانوراما الأخبار، وفيها عدد من العناوين. في مقدمتها: الرئيس السيسي يتابع تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تطورات العمل في المشروعات التنموية والخدمية. وميليشيات الحوثي تقصف أحد مخيمات النازحين للمرة الثانية في محافظة مأرب. شكرا للمتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.